هانيبال المشرف، احييكم تحيه الاسود لانني شبله من اشبال سوريا الاسد مدرسه العز والكرامه، واحييكم باسم كل جندي بطل استشهد وهو يرفع رايه النضال ليسلمها لنا نحن الاجيال القادمه الصانعه لمستقبل سوريا. ايها الحضور الكريم، منذ عامين فتحت عيني على وطني لم اكد اكتشف تفاصيل جماله، حتى ايقنت ان هناك من يحاول سرقته مني، فانضريت ادافع عنه في المحافل والساحات وانادي بكل ما اوتيت من قوه لاسرع غرسه حب توقظ حب الوطن في قلوب الناس. كنت ولا زلت استمد هذا الحب منكم، كنت واعدكم بانني سابقى شامخه بكم لانكم حماه الوطن ورافعو رايته. وفي هذا اليوم العظيم نبارك عيدكم ونستميحكم نذرا لاننا السبب في بعدكم عن اطفالكم واهلكم، نستميحكم عذرا لان امننا وعيشنا وهناءنا على حساب امنكم وعيشكم وحياتكم. ولكننا نفديكم بأرواحنا كما تفدون هذا الوطن، ونقف بإجلال أمام قدسية عطائكم، ونبشركم بأننا منتصرون بعون الله، وبكم منتصرون رغم أنوف أصحاب الفخامة والجلالة والسمو، منتصرون رغم أنوف حراس النفط وشيوخ الدم، رغم تآمرهم وحقدهم، رغم جراحنا وآلامنا، ورغم فقد أحبابنا، فالتاريخ يسجل عذاباتنا، لكنه يسجل ثباتنا أيضا. والآن أقول لهؤلاء القربان الذين لا يملكون ذرة عذوبة، محال أن تسقط الشمس من علياء السماء وبشار الأسد هو شمسنا. وأن النصر حاضر وأن الجولان عائد، وأعدكم بأنهم سيعودون وسيطرقون أبوابنا ليطلبوا السماحة من بشار الأسد. وملكت